بعض الأسئلة. هنا سؤال من تغريد عن المقالب التي يعملها الإخوة ببعضهم أو الأصدقاء ببعضهم أو أحياناً الأبناء بالآباء، القصد منها المزح لكنها ربما في بعض الأحيان تثير الخوف والرعب في من عملت فيه، ما الحكم فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المقالب ثلاثة أنواع: مقلب قبيح جدا لأنه يدل على ضعف عقل من فعله ويعني عدم تقديره للأمور. من ذلك رجل في إحدى المناطق قابل جاره في الدرج، سلم عليه قال أحسن الله عزاك في الولد، مات الله يرحمه ولده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الرجل ارتفع عنده الضغط، وبعدين يا طويل العمر أخذوه وشالوه منهم جارهم هذا وراحوا به، توفي رحمه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وظل هذا مسكين، هذا المعتدي مسكين ما يدري ايش، واخيرا جاء يستفتي، فقيل له يا اخي انت قاتل لكنك ما تعمدت، صحيح لكن انت قاتل يجب عليك الدية والكفارة. هذه بعض المقالب الفاسدة، وفيه مقالب خفيفة جدا بسيطة، يضحكون الناس ويفرشون ويمر، هذه لا بأس بها ما فيها شيء. وفي مقالب مروعة ولكنها ما تصل إلى درجة المقلب الأول، ما يعني تروع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن. نعم.